اهلا بكل مشاهدي برنامج الطبيب. النهارده فقرتنا مهمه جدا، هنتكلم فيها عن تقنيه عملت ضجه كبيره قوي، عملت نجاح كبير قوي لكل الناس اللي كانت بتعاني من العقم او تاخر الانجاب، او كمان الناس اللي بتسمع كلمه لا مش هيحصل انجاب، للاسف انتوا مش هينفع معاكم ان يكون في اولاد. كان اول ما بنسمع الكلام ده زمان خلاص، يعني ساعات بتحصل حالات طلاق، ساعات بتحصل حالات نفسيه، في ناس بتدخل في حالات ومود مش حلو خالص، وفي ناس بتقعد طول العمر حزينه ان هي مش هيكون معاها اولاد. ولكن مع التقنيه الحديثه دي مشاكل كتير قوي اتحلت، في ناس كتير قوي كانت فرحتها عن طريق التقنيه الحديثه دي، وهي الحقن المجهري. امتى الحقن المجهري انا استخدمه، او امتى الحقن المجهري ينفع معايا؟ اذا كانت بقى انا عندي مشكله تخصني انا كسيده، او مشكله مثلا خاصه بالزوج يعني بالرجل، ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفه حلقتنا المتميزه بوجودها معانا، القريبه من قلب ناس كتيره قوي، من بيوت مصريه ومن بيوت في دول عربيه كتيره قوي، لان هي على ايديها يعني كانت في فرحه متواجده احنا ذات نفسنا شفناها كتير قوي في التقارير معانا. خلينا نرحب مع بعض بدكتوره هبه ناصف، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم والحقن المجهري واطفال الانابيب، عضو الجمعيه الامريكيه الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة. أهلا بيك يا دكتور، منورانا. أهلا بيك يا ميري وبسادة المشاهدين. دايما بنحب نتكلم معاكي عن الحاجات اللي عاملة ضجة كبيرة قوي، ومن النجاحات اللي حضرتك طبعا يعني بتقومي بيها والناس كتير قوي بتشهد بيها من بلاد عربية كتيرة، وفي ناس كمان بتجيلك من بلاد أوروبية بتتفرج عليكي وبتجيلك مخصوص بسبب ان ممكن يكون فاقدة ان يكون معاها طفل، وبتقنيه الحقن المجهري وبالخبره اهم حاجه، لان مش اي حد هيستخدم التقنيه الحديثه دي يكون صح، وبالخبره ان بيكون معاهم اولاد. فعلا التقنيه دي نفعت مع الناس اللي كانت فاقده الامل خالص؟ طبعا، يعني احنا بنقول ان مفهوم العقم اتغير تماما. كان زمان مثلا الازواج اللي هم عندهم مجرد بس ضعف شويه في العدد او في الحركه، او يعني التحليل السائل المنوي بتاعهم مش تمام، اوكي، ده يعتبر زوج عقيم. يعني بيبقى عنده حيوانات منويه كويسه وكل حاجه، بس ما بيخلفش. حلو. دلوقتي الزوج اللي هو ما عندوش حيوانات منويه خالص بيقدر ينجب عن طريق عمليه حقن. يعني لو في حد سمع دلوقتي، نركز على النقطه دي، حد سمع من اي طبيب ان انت صفر في الحيوانات المنويه الأزوسبرمي وملكش خلفه خالص، الموضوع ده بيتحل بالحقن المجهري، هو ما يقدرش ينجب بشكل طبيعي. اوكي. ينجب بطريقه طبيعيه ما ينفعش. لكن دلوقتي عن طريق الحقن المجهري يقدر يخلف، عندنا حالات كتيره جدا ازوسبرميا وعندها اولاد كتير، وعندها اولاد الحمد لله. طب ده المشكله دي لما بتتحل عن طريق، لو المشاكل دي عند الرجل، ايه اللي ممكن يكون عند السيده ويمنحها برضو ان هي تكون ام او حامل بصوره طبيعيه؟ برضو يا ميري في اسباب كتير قوي للعقم عند السيدات، لكن احنا بنقول ان الحقن المجهري قدر يحل لي انهي مشاكل. زمان كانت الزوجه اللي مثلا حصل لها التهابات في الحوض، اللي حصل لها التهابات في الانابيب لاي سبب ما، مثلا ولدت ولاده قيصريه قبل كده، مثلا عملت عمليه في البطن، عملت فتح بطن لاي سبب، مثلا استئصال كيس نعل ابيض اي سبب، عملت جراحه في البطن، حصل لها التهابات في الحوض، اي مشاكل ادت لها الانسداد في الانابيب على الناحيتين، الزوجه دي ما كانتش تقدر تخلف خالص يعني. لكن دلوقتي عن طريق الحقن المجهري قدرت انها تخلف. انا عارفه ان في ناس بتيجي مستشفى الولايات العربيه المتحده، ومع حضرتك انا كنت بسجل مره عندكم مع سيده مثلا 10 سنين 7 سنين، الناس بتستنى 5 سنين، ايه اللي بيخلي الناس دي تستنى؟ هل ما كانش عندها وعي بالتقنيه الحديثه دي، وان الحقن المجهري فعلا ممكن يخلوها تكون معاها طفل، ولا خوف، ولا بتروح لناس مثلا او لدكاتره ما عندهمش خبره كافيه يوصلوها للنجاح ده؟ هو انا في نظري انا ان في سببين دلوقتي خلت الناس دي تتاخر، او سببين يعني خلوا نسبه او نجاح عمليه الحقن المجهري دلوقتي زادت. أوكي. اول حاجه ان الناس نفسها ما كانش عندها وعي بعمليه الحقن المجهري، او كانت تسمع عنه مثلا يعني من 10 سنين او من 20 سنه كانت تسمع عنه ان هو حاجه كده، لا ما متجاهله، مش عايزه، ما اعملش انا حاجه زي كده، حرام بقى، الناحيه الاجتماعيه، الناحيه مثلا الدينيه، اعتقادات عندهم خطا في دماغهم ان العمليه دي لا ده ما بتنجحش، ده عمليه خطر، حاجات كتير قوي، مفاهيم كتير قوي كده عند الناس زمان بتخليهم يبعدوا عن العمليه دي. ده اللي خلاهم ان هم بداوا دلوقتي يعني قعدوا مثلا بالعشر سنين او لحد مثلا ما سنهم تقدم وسن الزوجه بالذات، فدلوقتي ما عادش ينفع لهم. الحاجه الثانيه
المراكز نفسها. كانت الاول اول لما بدات تنجح عمليه الحقن المجهري كانت نسبه نجاحها ما بتتعداش ال 30% على مستوى العالم كله. دلوقتي الحمد لله عندنا في المستشفى نسبه النجاح تعدت ال 60 و70%. لا هو بسم الله ما شاء الله، مش بس عندك النجاح ده، انت عندك توائم. انا يعني ثلاث ارباع الناس اللي بيبقى عندكم وحالات الولاده انا بحضرها بيكونوا ما فيش خالص مثلا وفاقدين الامل خالص، ولاقي توأم بسم الله ما شاء الله جاي. ايه كمان اللي بيخلي موضوع التوأم ده يعني يكون اكتر عندكم داخل المستشفى؟ ما هي غالبا طالما عملت حقن مجهري غالبا يعني نسبه عاليه بتجيب توائم. أوكي. لان احنا عارفين ان احنا بندي منشطات يعني قويه في عمليه الحقن المجهري، بحيث ان انا اخرج من السيده دي عدد كويس من البويضات. حلو قوي. وبخاصه بكل الاجنه اللي هي كل البويضات اللي هي جابتها لي، يعني مثلا لو سنها صغير بتجيب لي حوالي 15 جنين، فطبعا بيبقى عندي اجنه كتير، بزرع في كل مره 3 اجنه، ممكن اجمد لها الباقي. يعني بعد ما تنجح من اول مره، او لا قدر الله لو ما نجحتش من اول مره، تيجي بعد كده تزرع الاجنه المجمده دي. ميزه الاجنه المجمده كمان انها ما بتمرش بكل المراحل بتاعت عمليه الحقن المجهري بقى من اولها، والتحضير والسحب والنقل، لا هي بتيجي على طول. بنحضر بس بخطوات بسيطه قوي، بنحضر بطنط الرحم بادويه بسيطه بمتابعه برده بسيطه، ما تصرفش حوالي اسبوعين، وبتيجي تزرع الأجنة الموجودة على طول. ممكن الأجنة دي تعيش عندنا 10 سنين و20 سنة كمان. فطالما أنا بزرع 3 أجنة نسبة التوائم بتزيد. يعني لو انا زرع جنين واحد خلاص، هو الجنين ده يثبت يا ما يثبتش، لكن الثلاث اجنه عشان ازود معاها نسبه النجاح. ممكن الثلاثه يثبتوا، ممكن اثنين يثبتوا، ممكن واحد يثبت، ممكن لا قدر الله في بعض الحالات ما فيش ولا جنين يثبت. ومن الدقه يا دكتور ومن الخبره انا بشوف ان النجاح بيتم من اول مره، ولكن انتوا كمان عاملين حاجه انسانيه حلوه قوي. انا عجباني داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده، ان لا قدر الله نفترض ربنا مش اذن ان من اول مره الحقن المجاري ده ينجح، انتوا عاملين تاني مرة مخفضة، ثالث مرة بقى على حساب المستشفى بالكامل ما عدا العلاج. ايه اللي وصلكم للمرحلة دي؟ يعني بيجي لكم ناس فعلا كتير بتبقى العامل المادي صعب؟ هي طبعا عملية مكلفة، فاحنا عشان اشجع الناس ان هم يجوا يعملوها، دي بتبقى بس يعني وسيلة بس من وسائل ان احنا نشجع الناس ان هم يجوا يعملوا العملية. لان في ستات زي ما قلت لك في اول حلقه ان بتخاف من العمليه دي، من التكلفه، من مثلا مفيش بتبقى خايفه انها بتبقى فاقده الامل كده كده مش هتنجح. جربت، في ناس بتجرب بره كتير وبتفشل، يعني بتجيلنا حالات بتبقى عملت 10 مرات بره وبتنجح عندنا على طول من اول الحمد لله. لا انا دي انا شفتها، وفي ناس طبعا بتبقى حالاتهم زي حضرتك قلتي، الزوج بيبقى العيب عند الزوج مثلا وبيبقى بالزبط. فاقد الامل خالص. هو عامه الرجل اول ما بيسمع صفر حيويات منوية دي بيقولك لا خلاص مفيش امل. تاني حاجة انا عارفة ان انسداد الانابيب لا يصلح ليه برضو غير حقن مجهري، صح كده؟ اسباب كتير قوي. ده بالعكس، ده في زوجين ما بيكونش عندهم اي مشاكل ولسه متجوزين من 5 شهور وبييجوا يقولوا احنا عايزين نعمل حقن مجهري، يعني مش عايزين على نستنى. فكره انا بحيي الزوجين دول، لان هم ما بيستنوش لما السن يكبر بالزبط. او لما جوده البويضات ما بتبقاش عندها يعني الجوده العاليه اللي هي تستفيد بيها. يعني هو ده من عين العقل انا شايفه. وبتبقى في ظروف اجتماعيه مثلا كده، مثلا الزوج ما بيجيش، بيسافر، ما بيجيلهاش مثلا غير شهرين في السنه، ظروف شغله، هي في بلد وهو في بلد كده، فبتبقى في ظروف. طب ايه رايك نشوف تقرير ونرجع مره تانية؟ خلينا نشارك الفرحه من داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده ونرجع لكم مره تانية. بركة في الدكتور، ربنا يخليها الدكتورة دي. Oh.
احنا خايفين على البيبي دوت قوي، يعني احنا من اول التاسع واحنا هي بتجيلي تقريبا كل 3 ايام، قلقانين عليه قوي طبعا. الحمد لله ان هو دلوقتي كويس قوي، حالته ممتازه، فطبعا طالما اخذت التخدير ببقى عايزه اخرجه في ثواني. ابتسام كويسه جدا وابنها كويس جدا دلوقتي مع دكتور الحضانه بيجهزه ووراه لها، وهيخرج معاها ان شاء الله النهارده على طول بعد ساعتين. ما كانش في اي مشكله ان احنا نخليها تتخلص الاسبوع ال40 كمان، بس احنا من قلقنا وخوفنا على البيبي دوت، لان طبعا كلنا منتظرينه. فهم من قبل كمان كانوا عايزين ان هم يعني ما يستنوش لل 12 سنه طبعا مستعجله ابتسام. اي حاجه تحس بيها تيجي على طول. فرحة 12 سنة تأخر إنجاب، متهيألي الفرحة العمر كله مش هتتنسي طبعا. حضرتك في التقرير عمالة تقولي احنا كنا حريصين جدا على البيبي. احنا انا عايزة اقولك اللي انا حسيت ان هو ابنك انت، بتكلم بجد. 12 سنة دي الله يكون في عونك بجد. ايه اللي اخرها 12 سنة؟ يعني انا فرحت لها قوي بصراحة، يعني كانت فرحتي زي فرحتها بالظبط طبعا، لاني كنت شايلة همها قوي. ليه؟ لانها كانت عملت قبل كده كتير بره، يعني قبل ما تجيلي 40 سنة نسبة النجاح. هي عندها 40 سنة. نسبة النجاح في السن ده ما زادش عن من 5 ل 10% بكتير قوي. فطبعا نسبة النجاح كانت ضعيفة، بالإضافة كمان إنها عملت قبل كده كتير وما نجحتش بره، فكنت برضو ده مخوفني قوي إنها ما تنجحش معايا. طب إيه اللي خلاها دكتور تيجي؟ يعني قالت لك مثلا إن هي شافت مثلا حالة هي أو كانت تقريب. فقدت الأمل خالص في موضوع الخلفة، لأن 12 سنة 12 سنة دي أنا بصراحة أنا لو منها برضو هفقد فعلا، أقول خلاص ما فيش، ربنا مش رايد مثلا. بس الحمد لله ربنا أراد إنها تيجي، وعملنا لها العملية تاني. عملت لها عملية حقن مهرة على طول، اول لما شفت، قعدت معاها وكشفت عليها وشفت الفحوصات بتاعتها وكل اللي هي عملته في خلال ال 12 سنه دول. ما انتظرتش ان انا ادور فين المشكله او ايه السبب. انا كان بس هدفي ان انا ادور ازاي ارفع معاها نسبه النجاح، او ايه اللي خلى العمليات اللي قبل كده تعملها بره قبل ما تجيلي تفشل. وكانت ايه دكتور، يعني ايه اللي انت شفتيه؟ ولا هل هي كانت سليمه ما كانش في اي حاجه؟ يعني انا بس إيه يعني في فحوصات معينه كده، وفي تجهيز معين للرحم، في حاجات معينه بعملها. بنحاول يعني احنا عن طريق الـ 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 الحالات اللي جات لنا في الفتره اللي فاتت والخطوات اللي اتبعناها معاها وكده، عرفنا بعض النقاط اللي بتزود معانا نسبه النجاح. انا عارفه حاجات، انا عارفه ان انت في سيدات تقول لها لا ما تغسليش مثلا بصابون، يعني ده من ضمن معين او سائل غسيل معين، ما تقربيش ناحيه حاجات كيميائيه معينه، الاكل كمان انت قلتي لي ان انت في حاجات بتمنعيها بالزبط. يعني انت قصدك ان خطه الحقن المجهري مش بس في التكنيك او الاجهزه طبعا، لا انت بتجهزيهم قبل العمليه اذا كان الزوج والزوجه برضو. من اول لما ببدا معاها العلاج، من قبل ما ببدا معاها اساسا العمليه بحضرها قبلها بشهر، واثناء العمليه كمان في حاجات كتير، احتياطات كتير باخد بالي منها وانا بتابع الحاله طبعا. وقت السحب طبعا، وقت المعمل الاجنه، الفتره اللي احنا الاجنه بتقعد عندنا في المعمل، وقت اخصاب الاجنه نفسه او العمليه نفسها، وقت الزرع، وقت تحضير الرحم نفسه، الادويه اللي بديها لها، حاجات كتير قوي عملنا عليها ابحاث في الفتره اللي فاتت دي، لقينا انها بترفع معانا نسبه النجاح في الفتره اللي فاتت ما شاء الله الحمد لله. 12 سنه انا شايفه ان في والدتها ولا والدته بتطبطب عليك تقول لك دكتوره والدتها. دي والدتها يعني كان احساسهم ايه بقى؟ يعني سيبك من التصوير، احساسهم هم كانوا ايه؟ هي دول بيتوا في المستشفى؟ ما هي ما صدقتش لما جت بعد 15 يوم من العمليه بالتحليل الايجابي، ما صدقتش انها حامل، يعني ما كانتش متوقعه. اكيد عملوا كذا مره تحليلي اللي هو لا انا عايزه اتاكد ان انا حامل. بالظبط. صعبه جدا فعلا. ايه الحالات يا دكتور اللي ممكن تكون برضو استحاله يتم معاها حمل طبيعي، او من الحالات الغريبه اللي جات لك وفي الاخر حصل حمله وشافت يعني وشافت طفل واثنين وثلاثه كمان؟ انا بشوف كده عندكم في المستشفى زي حاله النهارده، يعني السن
كان ده عاجز يعني، موضوع السن ده كان مشكله بالنسبه لي. 40 سنه ده نسبه النجاح عندنا يعني، حتى لو هي لسه متجوزه بقالها 6 شهور وعندها 40 سنه وجايه تعمل على طول حقن مجهري، انا ببقى متخوفه من موضوع السن. نسبه النجاح فيه هو عشان احنا بنعمل اللي علينا وبنعمل اقصى حاجه بنقدر طبعاً نعملها معاها، بس طبعا هو نسبته كده، نسبه نجاحه كده على مستوى العالم كله بيتوقف على سن الزوجه. مش عشان حاجه، عشان بس جوده البويضه نفسها اللي بسحبها، عدد البويضات نفسه بيقل، مخزون المبيض بيقل، بطنه الرحم نفسها ما بتتحملش ان الجنين يثبت ويكبر في رحم سيده فوق ال 40 سنه زي سيده مثلا عندها 20 سنه. عوامل كتير قوي، حاجات بقى في الجينات في الكروموسومات بتاعتها، عوامل كتير بتخلي الجنين نفسه بيبقى ضعيف في السن ده، قدرته على الثبات في بطنه الرحم بتبقى ضعيفه. فطبعا موضوع السن ده كان عامل معايا، ده كان رقم واحد. تاني حاجه اللي انها عملت قبل كده كتير، ما مش عارفه ايه اللي بيخلي العمليه تفشل عندها، بس طبعا بالفحوصات اللي عملتها لها وبالمنظار وكده قدرنا الحمد لله ان احنا نوصلها للنجاح. النقطه اللي بتحير سيدات كتير قوي ان هي ممكن يكون عندها مشكله وعملت حقن مجهري بس في مكان مش او ممكن يكون في مكان ما فيهوش تقنيه الصح او اتعملت بطريقه غلط، وفي الاخر بتكتشف ان هي اصلا عندها حاجه ما اتعالجتش منها. دي بتكون اكتر الحالات بتكون ايه؟ يعني مثلا يا ميري، انا طالما قررت ان انا هعمل للزوجه دي حقن مجهري، انا ما بيهمنيش يعني انا ما عملتلهاش مثلا، ما دورتش ايه المشكله اللي عندها من داخل منع الحمل. انا خلاص ما قداميش طريقه وهي ما قدامهاش طريقه غير الحقن المجهري. طب هل المشكله اللي عندها دي لو ما ممكن لو ما اتحلتش ما تعوقش الحقن المجهري؟ ما هو في فحوصات بعملها علشان اطمن ان ما فيش مشكله هتمنع نجاح العمليه المجهري. بس نجاح العمليه يعني معنى كده ان انا ممكن يكون عندي مشاكل بالظبط معينه واتخطى كل المشاكل واسيبها على جنب كده والحقن المجاري ده لوحده بالظبط، بس اطمن بقى ان ما فيش حاجه هتعوق نجاح العمليه. اوكي. تحاليل بعملها، منظار رحمي، الهرمونات بتاعتها، فحص وراثه، حاجات كتير قوي، تحليل وراثه كده، حاجات كتير بعملها ان انا ما عنديش مشكله بقى تمنع ثبات الجنين ده. لكن ايه المشكله اللي عندها منع الحمل اساسا؟ خلاص انا ما يهمنيش المشكله، انا خلاص لجأت الحقن المجهري، اطمن بس ان مفيش حاجه. ايه المشاكل اللي ممكن تعوق الحقن المجهري؟ ولكن لو في مشاكل عاديه تانية للحمل الطبيعي خلاص، خلاص دي مش مفيش وقت خلاص. في الوقت فيها اكتر واكتر. طيب الناس اللي بتجيلك يا دكتور، من انا عارف ان الولايات العربيه المتحده مستشفى يعني معروفه على مستوى الوطن العربي، في ناس مثلا بتكون عايزه تيجي تعمل حقن مجاري بس من دوله تانية، بتتابعوا مع الناس دي ازاي؟ او هي لازم تنزل قبلها بفتره ولا ايه اللي بيحصل؟ ولا ممكن تعمل تحاليل وتبعتها لحضرتك يبقى في؟ لا، هي طبعا هي بتيجي تكشف وبقرر لها ميعاد العمليه، بتقعد هنا في مصر الفتره اللي احنا بنحضر لها العمليه، ممكن تقيم عندنا في المستشفى، ممكن تقيم في مكان قريب من المستشفى بحيث انها يعني تبقى جنبنا هنا ان احنا نتابعها في التحضير وفي الاجراءات بتاعه العمليه كلها. لكن هي يعني بالظبط ممكن العمليه كلها ما تستغرقش اكتر من 5 6 زيارات بتجيلي فيهم المستشفى، وكل زياره بتخلص الخطوه المطلوبه منها وتروح. يعني ما فيش خطوات بتتطلب مثلا انها لازم تقعد في المستشفى فتره طويله او مثلا فيها اجراءات صعبه او جراحات او كده، كلها خطوات سهله وبسيطه جدا. دايما يا رب تكوني نقطه امل طبعا بعد اذن ربنا في ان انت تحققي يعني امل ناس كتير قوي هي فاقده موضوع ان هي يكون عندها طفل. احنا بنشكرك دايما يا دكتور، ودايما على وشك بيكون الابتسامه الحلوه. بنشكر مع بعض دكتوره هبه ناصر، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم والحقن المجهري واطفال انابيب، وعضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه. وانا كمان بشكركم، اشوفكم دايما بخير وبسعاده.